في مكاني في خلقة حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه بهوايا. انت قاعدة معايا عينيكي ليا مرايا، يا جمال مرايتي العين سكر محلي محطوط على كريمة، كعبيك محلي والعود على اللي شغلاني. مش هقول لك تاني لو ألف حاجة وجعاني بشوف عينيك ارتاح. اهلا وسهلا طبعا موقع يلا كورة، حسن شاكوش بيحبكم وبيقول لكم طبعا هنتكلم النهاردة شوية بقى طبعا بالنسبة للدوري المصري، وان شاء الله بإذن الله حاجة تعجبكم ان شاء الله. لعبت في مصرية الاتصالات والداخلية، كنت بلعب سيرد باك وليبرو باك رايت ديفندر، عمرو السلايا لعبت جنبه وهو لعب جنبي، علي جبر، احمد خيري، ابراهيم يحيى بتاع امبي دلوقتي سيرد باك، اخواتي كابتن ابو طالب العسوي، كابتن حمام ابراهيم، كابتن احمد العجوز، كابتن عيد فرج، كابتن اشرف خضر. شجع النادي الاهلي والتمائي طبعا من جواه للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي طبعا خيره عليا، وبره برشلونه. كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد ابو تريكه، والكابتن عماد متعب. رقم واحد محمد صلاح، تاني لعيب ده وده اللي يستحق يكون في مكانه كويسه جدا انا بعشقه. تريزيجيه انا كنت بحب عمرو زكي. النادي الاهلي، النادي الاهلي، النادي الاهلي، النادي الاهلي لما كان بياخد يعني لما كان بياخد لعيب من عندنا من النادي الاسماعيلي، كان النادي الاهلي كان دايما هو بيحط عينيه على اللعيب السوبر ستار، مع ان عندنا احنا يعني كان لما كنت في النادي الاسماعيلي كان ال 30 لعيب اجمد من بعض بالاساسيين بالاحتياطي. النادي الاهلي كان واخد كابتن عماد النحاس، كابتن محمد بركات، كابتن اسلام الشاطر، كابتن سيد معوض، كابتن احمد فتحي، محمد عبد الله، اكتريه النادي الاهلي النادي الاسماعيلي.